مصطفى بن غازي. شنو كدير في حياتك؟ كندير لا ميكانيك تاع الطوموبيلات، ودابا حاليا راني منهرس باليد نتاعي. ما رانيش خدام، جالس مزوج، عندي الوليدات، وما تهرست بيدي، ما كان لا تعويض لا حتى حاجه. هاني جالس، ما تهرست، تناقشت انا وواحد ضربني مع الحيط، هرسني باليد نتاعي. دابا ما كاين، مشيت تشكيت به، ما كان لا حق لا والو. دابا عندي الوليدات، راني كان نتعافر، كنجي نعاون خويا شويه باش غير ندي شويه. واه ما كاين والو، كان لا تعويض لا حتى حاجه. دابا كاين اكثر، يعني شنو وقع عليك وشنو؟ ايوا راك تعرف، دابا كاين شويه ديال الحقره، والمخزن ما كيعطيناش الحق. الانسان ملي كيمشي يشكي على حقه ما كيديولوش الواجب ديالو. انا دابا هرسني السيد باليد نتاعي، هاني جالس بلا خدمه. دابا ما لقيتش تعويض، ما لقيت حتى شي حاجه. دابا حنا كنطلبوا من المخزن يوقف معانا، يعطينا التعويض نتاعنا. هاد السيد هرسني باليد نتاعي، يخصو يعوض لي، لان دابا انا شهر وانا جالس. دابا كنطالب التعويض، ما كاينش التعويض. انا دابا شهر وعندي الاولاد، وما لقيتش باش نسير هاد الشيء. هذا شنقول لك، طلبوا ربي يعوضنا وصافي، هاد الشيء اللي كان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.